مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا مستمعينا الكرام من أنحاء وأركان وأقطاب هذا الميدان العريق من ميدان الوثبة عاصمة الميادين ضمن تحديات وانطلاقات مهرجان جائزة زايد الكبرى لتعلن أول انطلاقات هذا المهرجان في هذا المساء الكبير الخاص بسن الحقائق وتحدياتها. ننطلق متابعينا مستمعينا الكرام بانطلاقة شوطنا التاسع الشوط الخاص بالحقائق الابكار ليتابع مقدمة الشوط وأول الأسماء. هنالك انطلاقة هنالك المتحدة على المركز الأول سعيد بن ناصر بن حمد آل فيدي المري بينما من الجانب هناك أيضا انطلاقة شعار الهشامي على ما يبدو لي أن شعار الهشامي بن حبيب من ينطلق على المركز الأول الهاشمي بينما دور المركز الثاني أتابع المنطلقة من الجانب الآخر هناك أتابع وصول السيدة ناصر بن علي بن حبيب الهشامي من ينطلق بسيده على المركز الأول بينما دور المركز الثاني اللي من الجانب الآخر منطلقة بشعارها وبانطلاقتها هناك بينما أتابع شعار بن دري قادم ومنطلق على المركز الثالث هواي المنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري والمركز الرابع شعار طيارة اليابوني ينطلق بنوايف مبارك بن سهيل اليابوني الظاهري أيضا أتابع حضور وانطلاق من الشاهينية جمعة بن معيوف بن سرحان الدرعي ينطلق ويندفع كذلك أتابع انطلاق وحضور من محبة سالم بن محمد بن سب بن مسلم بن حمرور العامري والمركز الخامس اللي جاوزت وانطلقت في هذه الأثناء هي الظبي مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي انطلاقة شعار بن عويضان القادم شعار هنالك الواصلة مقدما لنا الوهيب محمد بن سهيل بن عويضان العامري ياهي الوهيب تنطلق بشعارك يا بن عويضان في هذا المساء بعدما أن قدمت لنا الواصلة أتابع شعارات كبيرة قادمة وواصلة أتابع شعار بن عميرة وأيضا انطلاقة وحضور من ترف خليفة بن أحمد بن جمعة بن جبر السويدي ولكن خلوني بعود إلى مقدمة شوط بعود إلى صدارة شوط بعود إلى الشاهينية بن سرحان سرح في الشوط وراح مع الشاهينية جمعة بن معيوف بن سرحان الدرعي ولكن بن حبيب متسيدا للأمور أيضا قدم لنا هناك وانتزع ناموس أحد الأشواط الماضية يقدم لنا سيدة في هذه الأثناء ناصر بن علي بن حبيب الهشامي بن دري أحد الأسماء الكبيرة والقوية واصل ومنطلق على المركز الثالث بانطلاقة هواي المنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري وتابع أيضا شعار بن حمرور القادم والمنطلق في هذه الأثناء مع محبة سالم بن حمد بن مسلم بن حمرور العامري يا الله 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 وصلكم شعار البطين وصلت العبور لتنطلق من المراكز الخلفية انطلاقها كبير وصلت ايضا وجل حمد بن غريب بن راشد الكتبي ولكن البطين مع العبور راعية عوايد وراعية انجازات سلمان بن عبد الله بن محمد البطين صاحبة نقطتين على ارضيات ميدان الوثبة تنطلق العبور بهذا الانطلاق المميز حاضرة من المراكز الخلفية العبور يا سلمان يا راعي العبور راعية العوايد راعية الانجازات بن عويضان على المركز الثاني بالوهيب وايضا اللي قادم على المركز الثالث شعار الغيلاني واصل وأيضا شعار بالراية وانطلاقات كبيرة ولكن العبور 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 يا سلمان يا البطين يا راعي العبور أيضا اللي وصلت أيضا اللي انطلقت هنالك سعادة عبد الله بن عبد الهادي بن عبيد الزعبي ولعت 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 مع الذيبة عامر بن سعيد بن عامر الغفيلي والزعبي والبطين
البطين والبطين والزعبي والغفيلي، الفوز وين؟ الناموس وين؟ العبور العبور وسعادة سعادة سعادة هي الزعبي سعادة سعادة هي الزعبي سعادة. أيضا وصلت هنالك المتحدة سعيد بن ناصر بن حمد الفيدي المري المتحدة سعادة سعادة سعادة. اللحظات الأخيرة المتحدة الفيدي 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 سعادة 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 المتحدة سعادة المتحدة سعادة سعادة. نعم مع اللحظات الأخيرة انطلقت بهذا الانطلاق الكبير سعادة سعادة عبد الله بن عبد الهادي بن عبيد الزعبي. تستاهل الناموس يا راعي سعادة على هذا الفوز على هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني حلت المتحدة سعيد بن ناصر بن حمد ألف هيدي المري، والمركز الثالث اللي حضرت على المركز الثالث وصول وانطلاقة المركز الثالث ذيبة عامر بن سعيد بن عامر الغفيلي، والمركز الرابع وصول العبور سلمان بن عبد الله بن محمد البطين، والمركز الخامس وصلت الظبي عبد الله بن سعيد بسليم بن جعفر الدرعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، العودة من جديد إلى سعادة سعادة يا الزعبي سعادة. توقيت الزمني هناك لحظات وصولها وانطلاقة سعادة 5:56 بالوفاء والتمام لحظات وصول سعادة عبد الله بن عبد الهادي بن عبيد الزعبي. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني توقيتها الزمني 5:56 بالوفاء والتمام، من فجأتنا عند اللحظات الأخيرة هي المتحدة سعيد بن ناصر بن حمد الفهيدي المري، والمركز الثالث تهانينا والناموس لك يا الغفيلي 5:57 بالوفاء والتمام كانت الذيبة عامر بن سعيد بن عامر الغفيلي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.